السلام عليكم، اهلا فيكم في تسريبات جديدة. في تسريبات جديدة حق الماك بوك برو، ابل تقول لك ان ابل قاعد تشتغل الحين على الميني ليد. تكلمنا عن التسريبات دي من زمان، لكن الحين يقول لك راح ينزل في الربع الثالث او الربع الرابع حق الماك بوك برو 16 انش، وبرضه الماك بوك برو 14.1 انش. صح، في ماك بوك برو ينزل 14. احد يقول لي اوه تو نازل 13. صح، تو نازل 13، بس شيء طبيعي انه ينزل 14 او ينزل 13 نهاية السنة. ابل احيانا تنزل ترى نسختين ماك بوك، يعني 13 ينزل بدايه السنه ونهايه السنه عادي، 16 او ال 15 قبل كذا مره ابل سوتها. 2012 نزلت ماك بوك 2012 بدايه السنه بالشكل القديم مع السي دي، نهايه السنه نزلتها بالشكل الجديد اللي موجود قبل النسخه هذه اللي هو ريتنا ديسبلاي، فعادي ينزل لك كذا. طبعا هو في خبرين، في خبر يقول لك ابل راح تنزلها في 2021 اللابتوبات هذه مع الميني ليد، وبعض الاخبار يقول لك لا راح تنزلها نهايه السنه هذه 2020. فما في فرق بينهم، كلهم 3 إلى 4 شهور، يعني ربع كامل من سنه. المكبوكات الجديده مع تقنيه الميني ليد راح تنزل قريب. الحين تجي اشخاص بيقولون لي طيب نشتري الحين الماك بوك 13 اللي تو نازل الاسبوع اللي راح، ماك بوك برو، ولا ننتظر؟ ذا السؤال طبيعي على احتياجك، الجواب حقه احتياجك. محتاج تشتري اشتري الحين. تقدر تنتظر، انتظر نهاية السنة. تقدر تنتظر، انتظر السنة الجاية اللي بعدها، بعد 10 سنوات انتظر عادي. فمواصفات الماك بوك اللي نقولك الحين مع ميني ليد راح ينزل، فماك بوك برو 16 انز راح ينزل على نهاية السنة مع ميني ليد، تقنية الميني ليد، وتكلمت عنها في القناة في اليوتيوب. تقدر تشوفون فيديوهات قديمة تكلمت عنها ان في ميني ليد والاشياء دي كلها وتقنية الميني ليد. هذا اللي نعرفه عنه الحين، يعني ماك بوك برو 14.1 او 14 نقدر نقول، وماك بوك برو 16 مع تقنية الميني ليد راح تنزل. اوكي، وبرضو ما خلصنا، اي ماك جاهز برضو لحق البيع، او مهم انه في اي ماك جديد الحين ما صوت معرفها، لكن ابل جاهزة ان تنزل اي ماك جديد برضو، وكمان ابل تي في 4K مع معالج A12X جاهز. ابل مسويته وجاهز، 64 جيجا و 128 جيجا، ما ادري متى اي وقت راح تنزل ابل، لكن ذا الجهاز جاهز عنده. تخيلوا ابل تي في على A12X، عارف بعض الشخص يقول اوه ليش ما ينزلون A13X A14X A13 A12X على الايباد برو اللي موجود الحين. تخيلوا الايباد برو اللي موجود الحين على ابل تي في، انت ما راح تلعب، ما راح تستخدم فيه اخراج ولا شيء، بس تستخدمه حق الالعاب، فراح يكون يعني عالم جديد راح تفتح في ابل تي في مع ابل اركيد. اوكي، ففي نهايه الفيديو تنسون اشتراك بالقناه، نشر المقطع، ما لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون افضل دعاكم. السلام عليكم.